سلطة الدجاج المدخنة، عندي 2 صدر فرخة، كابوتشا متقطعة، جرجير، جزر، ذرة، 4 معالق كبار من الباربيكيو صوص، وزيت زيتون، معلقة صغيرة من الزعتر الجاف، ملح، فلفل اسود. سلطة ظريفة قوي قوي. تمام، نشوف هنعملها ازاي دلوقتي. فاكرين ايه ده؟ انا عندي هنا واحده. فاكرين اتكلمنا قبل كده عن حته ما نقطعش يا جماعه صدور فراخ على نفس البلانشه اللي احنا بنستخدمها في كل حاجه. الخطوه اللي انا قلتها لكم قبل كده، وفي كذا حد جالنا عليها تعليقات كتير قوي قوي. طب ما هي هتتقطع، هو ده مش هيبقى حل، ده حل مؤقت. انا مدياكوا حل مؤقت، خلاص. ما انا قدامكم اهو، مش بتتقطع ولا حاجه، وبعدين احنا مش هنحفر عليها، يعني فاهمين، حل مؤقت كده لغايه ما يتوفر عندنا حاجه تبقى مخصوصه لقطع الفراخ بس، او لتقطيع الفراخ بس، خلاص. فانا عشان بس معلش البلانشه دي انا بقطع عليها خضار بنستخدمها في الحلقه معاكم، يعني كده اقطع عليها عيش بتاع، فانا مش هينفع ان انا احط خالص فراخ عليها. سكينه وهجيب عندي صدر فرخه، مش عايزه اكتر من كده. هجيب الملح والفلفل كده جنبي اهو، همسك صدر الفرخه ده. اما تيجي تقطعيه ممكن كده نبص بس معلش على الحركه دي، الايد دي عليها كده والسكينه تمشي بيها، ما تفضليش تعملي كده، مشي كده في اتجاه واحد، ولازم السكينه تبقى حاميه ما تبقاش بارده، خلاص. اهي اهي، خلاص بالشكل ده. نعمل واحده تاني، الايد دي ضغطه كده عليها والسكينه كده، ما تفضليش تنزليها تحت وفوق تحت وفوق، بسم الله، وتقطعي بالشكل ده بس كده. انا مش عايزه اكتر من كده، هو السمك ده اللي انا عايزاه. الايد دي، الايد الشمال انا استخدمتها للفراخ، مش هستخدمها في حاجات تانية. الايد اليمين هعمل بيها ايه؟ شويه ملح من الجهتين اهو، وهجيب فلفل اسود الشكل ده. الايد التانية اللي انا مستخدمها للفراخ هقلبها كده على الجهه التانية، خلاص، شويه فلفل اسود. دي بقى حاجه اختياريه كده، شويه زعتر اهو، تتبيله بسيطه كده بس هتدي معاكي طعم حلو قوي. مش هحط زعتر كتير. الزيت فين؟ عندي جريل، احط فيها شويه من الزيت، خلاص، وهعلي النار. هجرب كده ان انا احط الفراخ في الجريل. تمام، بصوا كده، تعالوا نشوف لا لسه شويه، لسه شويه. لا بقى يعني والله يعني لا مش طيب. لا يلا خلاص، مستخدمه ذره، الذره دي هتدي معانا طعم حلو قوي. الذره هتدي شكل وطعم حلو قوي، خلاص. ممكن ان انت عادي خليها اختياريه عادي، مفيش اي مشكله خالص. الذره يا تشتريها مسلوقه يا تشتريها من عند الخضار عادي، هما بيبيعوا دلوقتي الذره بتبقى نيه مش مسلوقه. بتتسلق ازاي؟ في ميه مغليه على النار، فيها شويه كركم وشويه سكر، بس بتاخد شويه وقت، بتاخد حوالي نص ساعه، ساعه الا ربع، واحيانا اكتر لو على حسب نوع الذره. هاتي الذره صفراء، بلاش تكون البيضه، خلاص. خلاص كده عملت التش، هنزل بصدور الفراخ اهو. يعني تمام، بصوا بقى الاسترتش اللي احنا قطعنا عليه الفراخ اهو، ما تقطعش ولا حاجه اهو. ياسمين ممكن يشوفوها بس عشان ايه يتاكدوا، ما تقطعش، احنا مش هنحفر عليه اهو، بخبط عليه اهو ما تقطعش ولا حاجه. ده حل مؤقت عادي، بروح لما كده الاسترتش ده واروح كده وعلى الباسكت بتاعي
يبقى انا كده ما استخدمتش اصلا البلانشه بتاعتي اللي انا بستخدم عليها العيش والحاجات التانية لغايه ما يتوفر عندي بلانشه ان انا اقدر ان انا استخدمها على استخدم عليها الفراخ. الجهه التانيه وهعمل ايه بقى؟ هاخد الجزر وهنزل بيه يتشوي مع الفراخ. خلاص هحط عليه شويه زعتر يتبل برضو بنفس التوابل كده. هاخد كده شويه من الباربيكيو صوص على الفراخ بعد ما اخدت لون. كله يتشوي مع بعضه اهو، كله في نفس الجريل بتاعتي او في نفس الطاسة عشان كله ياخد من نكهة بعض، يعني كله كده من نفس النكهة كده يمين وشمال. مش عايزة اقلبها كتير علشان مش عايزة الذرة مسلوقة يا جماعة، مش عايزة ان انا اخليها ايه، عايزة افضل محافظة على القوام كده. فافضلوا كده بس حركوا الجريل يمين وشمال وخلاص اهو. السلطة دي حلوة قوي. حاضر، السلطة دي حلوة قوي وشيك قوي، يعني هي شيك كمان قوي. وشوية كابوتشا اهو. خلاص ممكن كده ايه، كده سنة زعتر كده، الله على الخضار ده. وايه بقى، وانا مش هقعد ارتب في السلطة، انا عايزاها كده ايه، لا يعني موضوع عشوائي كده شويه، خليها كده. حطي 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 وابقي ايه، وضبي بعد كده. انا مش عايزه زي ما قلت لكم، انا مش عايزه الموضوع يبقى بيرفكت يعني. خلاص بالشكل ده نبين بس الدوره. الله على الدوره بالباربيكيو صوص دي، خطيره خطيره. بليز اعملوها يعني هتعجبكم قوي والله. تمام.